بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم ما يحصل عليك. ماشي خلاص. السلام عليكم. بس انا خايفه على الحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ستي ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانتي النقيه كام سمكه حلوين، ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ستي تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هنا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمر. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى يا ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده، انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زينب. حاضر.